السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، مساء الفل، مساء السعادة، مساء البسمة، مساء كل حاجة حلوة على كل الشعب المصري. أحب أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وكل الشعب المصري بحلو طبعا عيد الأضحى المبارك. بحب أقول لكل الشعب المصري كل سنة وانتم طيبين، وكل الأمم العربية كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة يا رب، ودايما كده إن شاء الله بلدنا إن شاء الله في تقدم وازدهار إن شاء الله. حلقتنا النهاردة هتكون حلقة رياضية، هنتكلم فيها النهاردة عن نادي القرن الحقيقي، وهيكون معنا بعض من الشخصيات الجميله ان شاء الله اللي هنتحدث معاها عن نادي القرن الحقيقي. هيكون معايا النهارده الاستاذ ابراهيم الشربيني، اهلا وسهلا بك استاذ ابراهيم. وهيكون معايا ضيفنا الثاني استاذ سعيد ابو الغيط، اهلا وسهلا بك استاذ سعيد. اهلا بك، نورتونا وشرفتونا. الله يخليك استاذ ابراهيم. طبعا عايزين حضرتك تعرف لنا نفسك كده الاول. من مركز المحموديه بحيره، تمام، من قريه عاديه جدا يعني اسمها الصعيده. تمام تمام بس يعني. والاستاذ سعيد. استاذ سعيد ابو الغيط من الرحمنيه، من قريه سمخرات، مشجع زملكاوي ابا عن جد، والزمالك ده طبعا حاجه بالنسبه لنا في العيله كده، حاجه كبيره فعلا. كلنا العيله كلها زملكاويه، وفعلا الزمالك ده بالنسبه لنا حاجه يعني حاجة أساسية في العيلة كده. وطبعا نادي الزمالك نادي عريق، نادي عريق طبعا. أكيد طبعا، أكيد طبعا، أكيد بجمهوره يعني، ده تاريخ يعني. احنا النهارده بس النهارده كده عايزين ندردش كده ونتكلم موضوع نادي الزمالك ونادي القرن، وعايزين نشوف هل الزمالك يستحق نادي القرن ولا لا. وطبعا كل الناس لها، كل المشاهدين لهم التقدير والاحترام طبعا. اكيد طبعا، احنا طبعا بندردش بخصوص نادي الزمالك ونادي الاهلي وكل الانديه المصريه وعوده النشاط الرياضي ان شاء الله. استاذ ابراهيم بقى عايزينك تكلمنا كده، يعني ايه اللي خلاك كده يعني اول حاجه فكرت انت تشجع نادي الزمالك؟ فكلمنا بقى بخصوص نادي الزمالك كده. يعني هو والله يعني انا والدي زملكاوي. تمام بس يعني عادي يعني زملكاوي مثلا، ايه مش متعصب مثلا للدرجه اللي هو يعني عادي ممكن ما يسمعش ماتش والكلام ده. تمام انا والدتي زملكاوي للاسف اهلاويه. للاسف لا، كل التقدير والاحترام طبعا. هي دايما بقى لما الزمالك بيتعادل لو بيخسر تنكشني كده شويه يعني. بس بيبقى فيه روح طبعا. طبعا بين الحاج والحاجه كده بيبقى فيه برضه روح. طبعا مفيش تعصب برضه اللي هو فيه، فاهم ايه الحاجات اللي هي حاجات. فعلا وقت الماتش بس انا ممكن اكون متعصب في اثناء الماتش بس. تمام. اتعصب جدا ومش عايز حد يكلمني بطريقه رهيبه جدا. تليفون ممكن اقفله، كنسل على اي حد لو ايا كان يعني. تمام. ساعه حتى لو زمان خسر اتنفذ ساعه، خلاص بعد كده خلاص مفيش مشكله والدنيا ترجع طبيعيه وخلاص عادي يعني. عايزين نعرف انت شجعت نادي الزمالك من سن كام؟ من صغري، من ساعه ما وقعت على الدنيا وانا زملكاوي يعني. انا حتى جايب تيشيرت عبد الحليم علي. تمام. 24 يعني التيشيرت ده ليه ذكريات كبيره عندي يعني رحت فاكر والله اسم المحل دوت اسمه المونديال. تمام. فانا طلبت قلت له، كانت معايا والدتي يعني وانا صغير ابتدائي برضه، مش فاكر والله كنت في سنه كام يعني. طيب. فالمهم قلت له انا محتاج تيشيرت الزمالك، فضحك كده كان فيهم اتنين شباب وكده قال لي الزمالك، ايام الزمالك كان ايه يعني؟ يعني كان بيعاني من الهبوط يعني، كان هينزل درجه ثانيه. تمام. ف يعني غريبه يعني. قال لي فالمهم واحد قال لي ايه، اجيب لك تيشيرت الاهلي ومش عايز منك فلوس. زعلت اصلا برضه طفل برضه سنه اولى تشجيع برضه زمالك وبتاع، بس انا حابب الزمالك يعني. كان عبد الحليم علي بالذات يعني هو يعني محترم الحازم ميلان طبعا، دي شخصيه كبيره طبعا. بس عبد الحليم علي هو اللي حببني الزمالك اكتر يعني، حاجه روح وكده طبعا. صوره طبعا مش شخصيه طبعا، لا طبعا لا غنى عنه طبعا. طيب يعني برضه عايزين نفهم، طب ليه ما انا ممكن برضه اقول ست الوالده طبعا اهلاويه، طب ليه انت ما طلعتش اهلاوي ومع ان انت اللي يعني الاثنين موجودين معاك في البيت؟ لا انا حبيت يعني الوالد، كان في واحد صديق ابويا الله والدي يعني الله يرحمه. الله يرحمه. المهم انا طبعا يعني اولاد في الشارع يعني اهلي زمالك لسه ما نعرفوش يعني. ما فيش حد يوصل لنا الرساله برضو يعني، برضو يعني احنا في قريه يعني برضو قليل خالص اللي هم بيشجعوا الكوره. تمام. ففي واحد زملكاوي يعني اسمه عم السيد الله يرحمه يعني. الله يرحمه يعني ابو احمد وكده. فالمهم يعني ايه، قال لي خليك زمالك، كنت زملكاوي الزمالك نادي الاب الملكي وكلام من ده وحببني. تمام. اللي هو الوقت اللي فين الزمالك بيخسر. تمام. قلت له يعني، قال لي ما فيش مشكله، الكرة ايه يعني الزمالك، ما فيش فريق في الدنيا بيكسب يعني بيفضل يكسب، الزمالك هو بيخسر الايام دي هيجي وقت يكسب وكلام من ده. هنتكلم طبعا في الموضوع. حببني بقى في الموضوع، ورغم الزمالك يعني انا طفل يعني معلش الطفل برضو بيحب الحاجه اللي هي ايه
يعني مكسب مكسب في الوقت ده الاهلي بيكسب طبعا فاهمني يعني مستحيل يعني تلاقي يعني موريس 96 مستحيل قليل خالص لما تلاقي في جيلي حد زملكاوي تمام او بمعنى ما حدش وصل له يعني ايه زمالك ويعني قال لي الملك والملك فاروق دخلني في قصه برضه طفل حبيت تمام. الزمالك من يعني من اسلوبه وكده فطلعت زملكاوي يعني تمام واستاذ سعيد بقى عايزين برضه نعرف انت طلعت امتى لقيت نفسك كده ان انت بتشجع الزمالك وعايزين نعرف بقى التفاصيل دي طبعا هي وراثه زي ما قلت لحضرتك الوالد كان زملكاوي وافتكر ان الجد كمان والعم الاكبر فهي وراثه تمام طلعت زي الوالد زملكاوي وده فخر طبعا لينا وحاجه الواحد بيتشرف ان هو زملكاوي نادي الوطنيه ونادي الكرامه بتشجع نادي الزمالك من سن كام؟ هو دايما ابويا زملكاوي فانا طالع انا ما افتكرش بس ممكن مثلا من الالفينات بدايه الالفينات حضرت مثلا الجيل الذهبي عبد الحليم محمد صبري عبد الواحد السيد لا الناس الكلمه القامه ايوه الجيل الذهبي بدات اشجع لما الزمالك يعني كنت زملكاوي لما هدف تامر عبد الحميد لو تفتكر اخر بطوله 2002 يعني لسه يعني لسه سنه اولى تشجيع نادي الزمالك تامر عبد الحميد الكره اللي غيرت اتجاهها ودخلت في المقص الشمال ايوه ماتش ده كانت وعد طلعت لقيت يعني برضو البطوله القاريه دي من تمام. بعدها بقى طيب احنا عايزين بقى كمان ماتش اللي هو الوداد 3-1 برضو في القاهره لا هو طبعا الزمالك مدرسه مش عايز كلام لا تاريخ كبير نادي الزمالك طبعا نادي نادي يعني مدرسه ونادي الاهلي برضو نادي برضو مدرسه ده كتب طبعا مش تاريخي طبعا ايوه ما نقدرش برضو نقلل من نادي الاهلي طبعا بس هو فكيت ده نادي القرن ونادي طبعا ليه بطولات وليه انجازات وليه كل حاجه يعني فطبعا بس موضوع نادي القرن انا يعني من وجهه نظري ان انا شايف ان الزمالك اتظلم فيها كان بطولات كان الزمالك اعلى كان فارق افريقيا كان 4 بطولات ابطال الدوري فانا شايف ان هي من وجهه نظري يعني ان هو الزمالك اتظلم في حته نادي القرن دي وحساب اللي هي النقط ومش عارف والسيمي فاينال ودور الثمانيه فانا شايف ان الزمالك اتظلم في الحته ديت طيب واستاذ ابراهيم في كتير يعني انا هقول لحضرتك الحاجه يعني تفضل. الاجواء اليومين دول حتى يعني زملكاويه واهلاويه في الاعلام يعني تمام موضوع نادي القرن ده خد يعني خد اكتر من حد فعلا هو اصلا لقب شرف اولا لقب شرف يعني يدل بص يعني ريال مدريد طبعا واخد نادي القرن في اوروبا طبعا تمام. دي يدل ان مانشستر سيتي ولا يونايتد فريق قليل برشلونه فريق قليل لا طبعا ماشي اليوفي فريق قليل هو لقب بس هو يعني نادي الزمالك اكتر ما فيش يعني انت لو سالتني قلت لي مين رقم واحد في مصر اقول هتقول لي مين النادي الاهلي طب ليه النادي الاهلي اكتر فريق عنده بطولات اكتر فريق عنده بطولات دوري أيوة ينفع طبعا. اقول لك الزمالك رقم الزمالك دايما زي ما بيقولوا مركز تاني تمام مركز تاني ممكن اقول لك لا الزمالك رقم واحد بس في اصول هقول لك الاهلي وبعدين الزمالك مش هيبقى تمام نفس كذلك انا واخد بطولات قاريه يعني انا واخد بطولات قاريه واخد يعني ليه تقول له نقط يعني انت لا هي فكره النقط دي صراحه يعني مش حاجه محسبه يعني وغير كده كمان يعني المفروض اللقب جاي من يعني من الاتحاد الافريقي يعني الريال ما خد يعني ريال مدريد ما خدش اللقب من الدوري اللي هو الاتحاد الاوروبي تمام واخد من الاتحاد الدولي تمام هو ليه ما جبناش من الاتحاد الدولي مثلا ما جاش للاهلي ليه من الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي على طول وطبعا لاسباب ثانيه ومعروف يعني الكل يعلم يعني وكل طبعا كل طبعا الكل يعلم كل اصل يعني في ناس اهلاويه هتتكلم هتقول ان والله انا حابب انت فتحت الموضوع انا مش حابب اتكلم في الموضوع اصل معروف ان نادي الزمالك بطولات يعني انا اكتب بطولات قاريه تمام انا 9 بطولات ما تقول يعني ما تقوليش بقى النقط وتدخلني في قصه ثانيه اهم حاجه طب ليه يعني وهي المفروض تتحسب بالنقط لا هي بالبطولات المفروض بالبطولات البطولات طبعا البطولات انت ليه انت عملت يعني على فكره الاهلي يعني دي وجهه نظر يعني من الاجواء اللي حصلت والاتحاد الافريقي ومصطفى مراد فهمي والكلام دوت بيتهيألي لو كان الاهلي برضه عنده بطولات ما كانش قالوا نقط كان هيبقى قلبهم جامد هيقولوا ايه خلاص بطولات عشان النادي الاهلي واحنا عندنا البطولات انا بقول لك لو الزمالك لو الاهلي في الوقت ده عنده اصلا 9 بطولات والاهلي عنده 7 عنده 7 انا بتكلم في الوقت ده لو الاهلي عكس الزمالك كان اكتر بطولات والزمالك كان اكتر نقط برضه هيدوها للاهلي هيبقى يقول لك ده بطولات هنيجي احنا نتكلم قواعد اختيار هو نادي القرن هو عادي هو لقب شرف في الاول وفي الاخر ده ما يدلش ان هو نادي الزمالك يعني نادي يعني بقول لك برشلونه هو بالنسبه لنا احنا الزمالك يعني لما ده خد اللقب نادي القرن يدل ان برشلونه فريق صغير لا طبعا لا هو لقب هو لقب شرف اصلا هو لقب شرفي بس احنا عندنا يعني يعني الاعلام وخد ضجه وانت طبعا انت متابع السوشيال ميديا والكلام دوت يعني خد ضجه كبيره طب ليه خلاص هو الموضوع عدى حتى المستشار مرتضى يعني فتح قال لك ملف نادي القرن وكلام والله هو يشكر مستشار مرتضى يعني يعني
يشكر وان هو بيدور على الحق. احنا بس انا من وجهه نظري ملهاش اي معنى. احنا برضو عايزين نتكلم برضو في انجازات برضو المستشار مرتضى منصور. طبعا مستشار مرتضى طبعا هو عامل انجازات كتير شخصيه جميله وطبعا في مشاكل اليومين يعني هجوم كتير. هو كتير شيء طبيعي اي حد يعني عمري ما شفت الهجوم دوت على نادي الزمالك الا في وجود مستشار مرتضى منصور. يعني الاستاذ ممدوح عباس يعني في الايام دي ما كانش حد بيتكلم يعني. لا 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 ما فيش. هو صراحه من ساعه المستشار ما مسكش النادي وطول المسؤوليه بتاعت النادي هو صراحه عامل شغل كويس. انا حضرتك هقول لك انا عندي 25 سنه تمام ما شفتش بطوله قاريه. انا قلت لك 2002 كنت لسه سنه اولى. ايه لسه سنه اولى مبتدئ سنه اولى تشجيع النادي لسه بتقول يعني ايه بشوف بس في الكونفدراليه دي. وانا حضرت في ماتش النهائي اول مره في حياتي اشوف بطوله قاريه النادي الزمالك على ايه على مين مستشار مرتضى منصور ايا كان بقى اللي انا كمشجع زملكاوي. اصل الكره دي الرياضه عموما في صدر رمضان الرياضه دي المتعه. ايوه طبعا احنا بناخدها باتجاه تاني بقى سياسي وحوارات. لا 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 احنا مالناش دعوه بكل ده. انا ليا مشجع ليا مستطيل هي الكوره ما الا متعه ليا مستطيل ايه حاجه كده جزء في حياتنا يعني. ليا انا كمشجع زملكاوي ان هي من وجهه نظري انا بكلمك من وجهه نظري ليا المستطيل الاخضر ماليش علاقه بقى مرتضى يتكلم على مين. مرتضى انا مرتضى موفر يعني دلوقتي اي لاعب يتمنى يلعب في نادي الزمالك عكس الايام كتير خالص. عقود رعايه يعني بسم الله ما شاء الله عامل. طبعا انا مش هتكلم في المنشات انا كجمهور انا مش عضو يعني عشان اتكلم في المنشات اللي دخل نادي الزمالك. انا هتكلم اللي هو الانجازات لعيبه اي يعني اي لاعب في مصر يتمنى يلعب في نادي الزمالك تمام. وانديه كبيره يعني تلاقيهم خايفين على اللعيبه اللي هم عامل الفرقه اللي الزمالك يخطف. الزمالك دلوقتي بقى بيجيب اي لاعب يعني لا هو اي حد هو اي لاعب يتمنى يعني اي لاعب يتمنى يروح النادي الزمالك او النادي الاهلي يعني اكيد طبعا ما قلتش كده. فالمهم يعني اللي هو مرتضى منصور لا عامل انجازات وعامل وبينافس وان شاء الله هنلعبه اهوت مع الرجاء اتحدد تقريبا نص السعيد ولا 26/9 يعني قبل النهائي ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني. بس هو ظروف الكورونا وربنا بس يعدي الايام دي على خير. لا لا وربنا يعدي الايام دي ان شاء الله تكون خير. ونتمنى الرياضه ترجع ايا كان بقى. يقول لك الاهلي خد الدوري الاسماعيلي ايا كان يعني الزمالك مش قصه دوري احنا من غير دوري ولا اي حاجه لازم الرياضه ترجع عامه ورجع شيء مفيد يعني في حياتنا كلنا اكيد طبعا اكيد. انا قلت لك مش هيفرق مين اللي هياخد الدوري او مين اهم حاجه أكيد. ان الرياضه عندها ترجع ده بس ترجع بقوانين لا ان شاء الله هو يعني انا عاجبني الموضوع يعني تقنيه الفار اللي جايه اهوت يعني يا مسهل بقى لنا كام سنه بنتكلم على تقنيه الفار. هو كده تقنيه الفار عامه يعني تحكيم بطراء لا يعني هو عامه برضه هي تقنيه الفار هي كويسه تمام. بس هم يعني برضه تقنيه الفار يعني ما هي بره برضه بتعمل مشاكل كتير بره هو في بتعمل مشاكل كتير قلل من الاخطاء استاذ رمضان هي مش هتبقى مثلا بالنسبه يعني في عندنا هنا في مصر لا هي هتبقى حاجه كويسه وهتبقى يعني في اخطاء انا مش هيبقى في اخطاء بس حاجات بسيطه حاجات بسيطه بالظبط ما فيش لا بد كل واحد يعني في شغله وكل لازم ان في خطا مش ملايكه يا كابتن. طيب الاستاذ سعيد في صفقات بقى جديده ولا ايه شايف؟ والله انا بتمنى ان مثلا يكون في صانع لعب بديل ليوسف اوباما تمام لان المركز ده فعلا في مصر في عندنا تمام. واتمنى يبقى في نظره للناشئين يعني احنا شفنا المباريات الاخيره برضو تألق حسام اشرف واحمد عيد وبعض من الناشئين فاحنا عندنا قطاع الناشئين لو قطاع الناشئين هم شغالين عليه الفتره ديت يعني بسم الله ما شاء الله شغالين عليه كويس احنا عندنا مواهب كمان يعني بسم الله ما شاء الله يعني انت عندك احمد عيد يعني احمد عيد باك اليمين احمد عيد بسم الله ما شاء الله من ساعه ما لعب وهو على فكره يعني المسلوسي اللي هو الزمالك بتاعه والله يعني هو لعيب كبير طبعا وكده بس انا ما كنتش يعني ما كانش لها داعي يعني عندنا احمد عيد بندعم انت رحت جبت المسلوسي بكام مليون هو عشان خبره احمد عيد لسه ناشئ ماشي معاك حازم امام اللاعب عايز تدعيم لسه فاضل بس هي برضه بالنسبه له حاجه ما هي بتفرق برضه من الخبره برضه ما بتفرق مع مش هجيب لاعب ناشئ برضه مع الوقت مع مرور الوقت هيجي له الخبره ما مش من يوم وليله بس دعم افضل دعم في اللاعب يعني طبعا اكيد طبعا يعني في ناس هتقطع في لا بس احنا عندنا قطاع ناشئين بسم الله ما شاء الله على احمد عيد يعني بسرعة وتغطية بسم الله ما شاء الله يعني برضو الناشئين احنا عندنا الناشئين لا هم يعني شغالين انا عاجبني طريقة الفترة دي بسم الله ما شاء الله شغالين الفترة دي يعني على موضوع الناشئين حاجة كويسة طبعا وهيكون في تصعيد ان شاء الله يعني نادي الزمالك عنده قطاع الناشئين بس برضو احنا محتاجين ايه يعني برضو لو قلنا محتاجين ايه في محتاجين صانع لعب بديل اوباما وممكن وكان ايمن المسلوسي خلاص باك يمين وفي احنا عندنا الديفندرات عبد المحمود عبد العزيز خلاص رجع مع محمد حسن في الجلسه لو المهاجمين برضو خلاص لا يعني عندنا لا المهاجمين ده عندنا بسم الله ما شاء الله مصطفى محمد ربنا يحرسه يعني
يعني ربنا يحميه. يعني احنا بس اهم حاجه ان هو يعني الفتره الجايه دي ان شاء الله احنا عايزينه بس يثبت على مستواه كده ان شاء الله. يعني تعرض للهجوم يا استاذ رمضان، لا اي لاعب يعني كده، اي لاعب كده ده صغير يعني. طب ليه يعني بتقطع يعني؟ بسم الله ما شاء الله. طبعا كله بيقول لك يعني ايه عمرو زكي البندوزر الكلام دوت يعني. لا هو مهاجم بسم الله ما شاء الله، انت شفته في بطوله امم افريقيا للشباب. لا هو عامل شغل كويس في مصر، وهو انا وجهه نظري هو نمبر واحد في مصر في المهاجمين حاليا بالظبط. ومش كلام انا بس، هو كلام المصريين كلهم والاهلاويه والزمالك يعني. احنا احنا عمر جمهور الزمالك ما يجامل لاعب يعني، ما يجاملش لاعب على حساب الفريق عمره. لو في مصطفى محمد لو بنقول لا لا، مصطفى محمد افضل مهاجم في الزمالك افضل من عمر السعيد. لو عمر السعيد افضل هنقول عمر السعيد افضل يعني، فاهم ازاي وجهه النظر. فهو مصطفى محمد يعني في احد يعني هو معروف يعني، طلع قال لك يعني في ماتش بيراميدز قال لك مش هيسجل وبتاع، وبيقول بطريقه ساذجه كده بسخريه. سبحان الله يعني حاجه من عند ربنا يعني، جاب الكره اللي هي بالهيد ديت براسه وسبحان الله جاب. فوزنا احنا 1-0 تقريبا في ماتش بيراميدز السعيد، وكسبنا وخاب الظن حتى يوم ما عمل كده يعني. معناها ان عجبنا جدا يعني ان هو ما بيسمحش. بس انا شايف برضه عكس مهاجمين ثانيه جت الزمالك. لا 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 هو لا هو ما يعني هو اشتغل على نفسه في الحاجه دي كده. بس يا كابتن 19 سنه 20 سنه. لا ده هو لسه بسم الله يعني ما شاء الله يعني. لسه قدامه تيجي بقى انت يعني تحبطه من صغره. واحنا احنا كده كده اصلا عندنا مشكله في مصر بالنسبه للمهاجمين فعلا. عندنا مشكله يعني انت عندك. هو انا اتمنى ان مصطفى يركز في الملعب وما يركزش في رقم واحد كلام الاعلام والسوشيال ميديا وكده زي ما حصل مع باسم مرسي. معانا اتصال تليفون الاستاذ سالم الشريه. سالي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. الوقت انا بحترم الاساتذه اللي اتكلموا دول يعني، كلامهم برضو ناس محترمين يعني بالنسبه للكلام. لكن موضوع نادي القرن اعتقد ان الاهلي النادي الاهلي يعني له بطولات كتير ان كان في افريقيا او في الدوري. ما هو ما بيتعصب بالدوري يا استاذنا. بطولات القارية احنا بنقول نادي القرن. بطولات القارية ما بتاخدش بالدوري. احنا بنقول نادي القرن يا استاذ. ما بيتاخدش بالدوري. احنا بنقول يعني جاية يعني بنقول بطولات قارية. يعني جاية من يعني نادي القرن جاية من كلمة قارية. ما بنقولوش مالناش علاقة بالدوري. بالنسبة للنادي الأهلي يعني هل خد نادي القرن ديت من ايه؟ ما هو من الاتحاد الأفريقي أو من ما احنا اتحسبت بالنقاط مش بال هو احنا حضرتك عارفين ان هو واخدها من الاتحاد الافريقي بس واخدها بناء عن ايه؟ النقط واتحسبت ليه اتحسبت نقط؟ يعني انت دلوقتي فريق واخد يعني 9 بطولات مقابل 7 تروح تدي للسبعه نادي القرن. طب هو حضرتك خدها ازاي يعني؟ طب خدها ازاي يعني؟ اتحسبت نقاط يا استاذي باللي يوصل للسيمي فاينال مثلا ياخد 4 نقاط، اللي يوصل لنهائي البطوله ياخد مثلا 8 نقاط، اللي وصل دور الثمانيه مثلا ناخد 2 نقطة، فهي اتحسبت كده. بمعنى انا بمعنى الاهلي شارك اكتر من الزمالك مثلا في الادوار النهائيه، الاهلي شارك اكتر من الزمالك في الادوار النهائيه. طب يعتبر يعني يعتبر المقياس كده حضرتك غلط يعني، يعتبر المقياس هو غلط. هو المقياس غلط. هو طبعا ممكن فريق يوصل مثلا للنهائي. طب انا مش ذنبي انا 10 مرات وما ياخدش البطوله. انا مش ذنبي ان فريق يوصل للنهائي وما ياخدش. هي الفكره دلوقتي انا وصلت، الفكره دلوقتي انا وصلت النهائي بس ما خدتش البطولة. يبقى البطولة هتتحسب لي؟ طب انا ذنب البطل ايه؟ يعني تديله نقطة أو نقطتين يعني، طب انا بطل يعني واخد البطولة. طيب ايا كان انت مشارك أكتر مني. والمشكلة كمان أستاذ إن مثلا اللي بوصل لدور الثمانية. في النهاية برضه أنا بشكر الأساتذة دول ومشكرين. ربنا يخليك طبعا، وإحنا لنا شرف طبعا. وجهة نظر تحترم طبعا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا. هو كان كمان فاكر الدوري يعني من ضمن. معانا اتصال استاذ محمود. استاذ محمود الاستاذ سمعان معانا اتصال تليفون. استاذ سمعان اهلا وسهلا بك يا استاذ سمعان. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. انا بصراحه بقول ان نادي الزمالك هو فعلا نادي القرن الحقيقي، نادي عظيم، نادي من زمان جدا، نادي اصل الكره المصريه، هو فعلا نادي القرن الحقيقي. ربنا يخليك وده مش حاجه كويسه. شكرا حضرتك، شكرا جزيلا. عايزين برضو نتكلم برضو في حاجات برضو مهمه يعني
بالنسبه لنادي الزمالك، وان شاء الله طبعا طبعا نكون ان شاء الله في خطوه جايه في الايام الجايه ان شاء الله. المصريه مرتضى طلب منصور مش عامل شايف شغل كويس وعامل نقطه كويس، وطبعا ان شاء الله في موضوع اكتوبر ده ان شاء الله ان طبعا فرق بسم الله ما شاء الله توسيع يعني. عايزين برضو نعرض الصور كده، برضو في صور برضو كده للاستاذ ابراهيم الشربيني برضو لو جاهزه يا شباب. عايزين بقى نعرف بقى الصور دي كان في ماتش ايه برضه، ممكن واحده واحده كده يا جماعه الصور بس واحده. الصور دي كنت الاعداد ولا مش دي ماتش النجم. تمام. انت اصلا بتحب تتابع الزمالك على طول يعني بتحب تسمع؟ انا رحت اربع ماتشات حضرتهم في برج العرب. معانا اتصال تليفوني الاستاذ محمود من نجا حمادي، اتفضل استاذ محمود. طب ثواني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعتقد يعني موضوع نادي القرن ده منتهي خلاص يعني الكره الحمراء يعني. طيب حضرتك طبعا بس يعني هينتهي الاهلي ولا الزمالك ولا ايه؟ نعم هينتهي ليه بالظبط؟ بقول يعني منتهي خلاص يعني موضوع نادي القرن ده خلاص يعني الاهلي واخده بالنقط يعني خلاص كده منتهي يعني المفروض خلاص ما حدش يتكلم فيه ثاني يعني. والله احنا بس بنعمل نقاش كده، وانت شايف حضرتك يعني ان هو النادي الاهلي يستحق ان هو بالنقط والكلام ده ولا ايه؟ شكرا لحضرتك يا ريت تعاود تتصل تاني معانا. ممكن نكمل الصور برضه لو في صور. ماتش القادسيه الكويتي البطوله العربيه. انت بقى يعني بتتابع نادي الزمالك على طول يعني؟ طبعا. بص طب ماشي كمل الصور. وده برضه ماتش النجم. ده ماتش النجم. كمل برضه. طب الصوره دي برضو كان فين برضو؟ دي ماتش الاتحاد السكندري في البطوله العربيه اللي احنا خرجنا منها. بس ماتش اللي هو الذهاب. تمام. قبل ما خرجنا منها. ودي برضو كان صاحب طبعا. ده ماتش النجم برضو. تمام كويس. كان في ماتش وده برضو. دوت ماتش النهائي الكونفدراليه. تمام زي الفل. باشمهندس احمد صاحب طبعا. ان شاء الله. طيب انتوا طبعا انتوا شايفين بقى عايزين نتكلم برضه يعني ان شاء الله نادي الزمالك الخطوه الجايه ان شاء الله ايه؟ الخطوه الجايه المفروض ان هو يستعدلها طبعا الدوري خلاص رجع. طبعا. تمام. كنا الماتش الجاي ان شاء الله مع النادي المصري. ان شاء الله بكره. بس للاسف في غيابات يعني. عندك غيابات في الزمالك برضه قدام ماتش المصري يعني. مين غيابات في نادي الزمالك؟ يعني انت عندك طارق حامد اصابه، ويوسف ابونا طبعا اصابه، اشرف بن شرقي برضه عشان ظروف الطيران. تمام. ومحمد ونجم برضه ظروف الطيران. لسه بس هو خلاص المفروض اللي فاهم الجديد المفروض ان هم المفروض كانوا بيتكلموا ان هم المفروض هيرجع يوم الثلاث. ده الكلام كان اخر كلام المفروض ان هم يرجعوا يوم الثلاث. يعني ممكن تلاقيه راجع بعد بكره. تمام. يعني بس هو مش هيحضر يعني هو خلال مثلا 48 ساعه او 30. في اصابات ثانيه في نادي الزمالك ولا حاجه؟ محمود عبد العزيز طبعا اصابه. طبعا ده شيكا بلا معروف شيكا طبعا ده طبعا رقم واحد بالنسبه لي. معانا للايقاف وعبد الله جمال الايقاف برضه. استاذ محمد صبحي من دمنهور. ايوه. اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمد. ايوه مساء الخير يا استاذ رمضان. مساء الفل يا مسيا استاذ ابراهيم والاستاذ سعيد. ربنا يخليك يا باشا. منورين الدنيا كلها. الله يخليك الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيهم يا رب. ربنا يخليك يا استاذ محمد كده ودايما كده منورنا. مع احترامي لكم يعني كلكم دول اخواتي واولادي اللي قدامك دول. تمام. طيب طبعا. احنا النادي الاهلي نادي القرن. تمام وده برضه شرف اي حد. وبعدين مش احنا اللي بنقول ده في اتحاد افريقي وفي اتحاد كوره مش احنا اللي بنقول. تمام. هم اللي قالوا مع حضرتك هم اللي حسبوها من النقط مش احنا اللي نقول. اكيد طبعا ما احنا عارفين ان هم الزمالك واخدت على راسنا من فوق مفيش مشاكل يعني ما هي واحد اسمه النظريه مش اللي هم يعني عطوا اللي هم مثلا ما احنا عارفين الاتحاد الافريقي عطى النادي الاهلي بس النظريه هل يستحق احنا ما بنتكلمش يعني هل يستحق يا استاذ ابراهيم يستحق ما احنا اللي بنقول يا استاذ ابراهيم يا باشا بعد اذنك اتفضل في اتحاد افريقي وفي اتحاد كوره وفي مش احنا اللي بنقول الكلام ده ماشي وبعدين شوف ريال مدريد طب احترام لحضرتك يعني شوف الناس دي بتطبق الكود بتطبق ازاي طب احترام لحضرتك يعني ما ممكن الاتحاد مثلا الافريقي يكون مثلا جامل مثلا الزمالك او جامل الاهلي دي جولان انا كمشجع ما فيش
جامد ازاي يا باشا يعني؟ ما هو المنطق المنطق والعقل حضرتك، المنطق والعقل بيقول ايه؟ الموضوع يعني بحساسيه شويه، مش حساسيه خالص والله. انا هو هي القصه بس، القصه بس اسمها محمد، ان احنا 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 النهارده بس بندردش في موضوع يعني الاهلي والزمالك وعوده النشاط الرياضي وبس يعني. هو خلاص هو كده تحس النادي الاهلي، فطبعا اهلي او زمالك الاثنين واحد وكلهم فرق مصريه يعني. انت مقتنع ان هو نادي القرن؟ انت قلت الاتحاد الافريقي. طب لسه معانا تليفون؟ مين لسه معانا تليفون ولا طيب تمام. وجهه نظره بيقول لك الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي يعني يعني الاتحاد الافريقي هو اللي خلى يوصل لدرجه 8 سموحه خلاص. طيب انت كلمه اخيره بس لنهايه الحلقه، تحب تقول ايه لكل جمهور نادي الزمالك وكل محبين نادي الزمالك؟ والله انا يعني انا احب اقول لهم ان هو شرف طبعا ان انا اكون واحد من جمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك ده جمهور عظيم يعني، يعني اللي خلانا اعرف ان هو جمهور ده يعني لما رحت الاستاد يا كابتن. تمام. ناس جايه من دمياط، ناس جايه من المنيا، من وجه الابل يعني، حاجه بسم الله ما شاء الله، كله بيحترم بعض وكل واقف يعني. يعني نادي الزمالك تحمل الكثير وان شاء الله الخير جاي يعني برده، بس ندعمه يعني. للاسف في صفحات كتير على السوشيال ميديا برده بتهاجم زملكاوي، عاملين نفسهم زملكاوي بيهاجموا المستشار مرتضى منصور. احنا عايزين يعني ندعم المستشار حتى بسلبياته بايجابياته، لازم ندعمه، هو ده رئيس نادي الزمالك ولازم نكبر بيه. ان شاء الله. تمام. وان شاء الله يعني الخير جاي، ونتمنى يعني الزمالك بالتوفيق دايما، واللعيبه يعني رساله للعيبه يعني تلعب بروح وروح الفنه البيضاء ان شاء الله بقى. وان شاء الله اللي جاي احسن يعني ان شاء الله. ان شاء الله يعني. والاستاذ سعيد تحب تقول ايه لكل يعني جمهور نادي الزمالك ورساله للاستاذ مرسي منصور؟ انا بقول لجمهور الزمالك احنا على الطريق الصحيح، احنا صبرنا من 2006 2005 لحد 2014 من غير ولا بطوله، فالزمالك على الطريق الصحيح وان شاء الله احنا مع ان شاء الله كلنا مع نادي الزمالك ان شاء الله. كم بطوله احنا راجع لمكانه الطبيعي؟ هو راجع لمكانه الطبيعي ان شاء الله يعني، نظام غيبوبه وراجع خلاص يعني ان شاء الله. ان شاء الله يكون نادي الزمالك في خطه ثانيه ان شاء الله. اكيد طبعا. انا طبعا كنت سعيد بوجودكم معايا النهارده واللقاء النهارده معاكم الاستاذ ابراهيم الشربين والاستاذ سعيد عبد الغيط. فنهاية بس عشان نهاية الحلقة بس وقت الحلقة تمام. وإن شاء الله يكون لنا لقاءات تانية ونتكلم فيها. وأحب بس قبل ما أختم طبعا أشكر الأستاذ أستاذ محمد عبد الباقي رئيس تحرير برنامج التحدي تمام، وأشكر طبعا الأستاذة غادة طبعا مهندس برنامج التحدي. طبعاً وأشكر طبعا كل القائمين على عمل برنامج التحدي. إن شاء الله انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله في حلقات جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.